مساكم فلاني، إذا عندك مصعد أو بتركب مصعد سواء كان إلى الفلة أو إلى مشروعك التجاري، فهذا الإعلان مرة 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 مهم إلك. أنا موجود مصاعد سنسر اللي انشهروا بجودة منتجهم، وما شاء الله تبارك الله جودة بالإضافة لأسعارهم المناسبة. الجديد عندهم خدمة الصيانة إلى مصاعد سنسر وإلى أي شركة أخرى، يعني أي مصعد أنت مركبنا عندهم فريق صيانة متخصص يصين إليكم المصاعد بوقت سريع جدا جدا جدا، يعني فورا تتواصل معاهم يجوك عند الموقع بأقل الأسعار، قطع غيار وشغل يد. بطلع الآن معاكم على إحدى المواقع شغالين هنا. أنا موجود بحي الشبيلي، طبعا ما شاء الله تبارك الله لوحاتهم تلقونها بكل مكان منتشرين. فريق صيانة متخصص، طبعا هذا السنسر صح؟ تمام، هذا مصعد سنسر، ولكن أي مصعد عندكم صينوه. والمهم يا جماعة السرعة، شنو الآن المكون؟ البورد اللي موجود عندنا فيجا الإيطالي، أوكي. زائد الدرايف اللي بيتم توصيله مع الماكينة إيطالي جيفران، عشان كل حاجة تكون تبع الضمان. ولا ضمان، مش أي حد بيقول ضمان وخلاص. جميل، ده إيطالي 100%. حلو، طبعا هذا بالنسبة إلى مصاعد سنسر، ولكن مثل ما قلت لكم أي مصعد عندكم في مشكلة تتواصلوا معاهم على الرقم اللي موجود في الشاشة مباشرة يجيكم، والصيانة بأقل الأسعار. سيف الرقم ترى كده يا جماعة. باش مهندس، شنو القطعة اللي فوق هذه؟ ده نظام الـ UBS اللي هو في حالة انقطاع التيار الكهربي بيقربك لأقرب دور ويطلعك ويفتح لك الباب. ده بيعمل عملية ريسك في حالة انقطاع التيار الكهربي، في حالة حدوث أي ترب في الكهرباء في العمارة بيقربك لأقرب دور ويطلعك. جميل جدا. طبعا اليوم مو المهم فقط أخذنا مصعد، المهم خدمة ما بعد البيع، وهذا جدا جدا مهم في موضوع المصاعد. جرب معاكم مصعد سنسر، طبعا يتميز بالهدوء حقه ما شاء الله تبارك الله، وفخامة الكبائن حقهم، طبعا عندهم تصاميم عديدة إلى الكبائن. طبعا من الهدوء والنعومة اللي موجودة بمصاعد سنسر إنه والآن هو يتحرك، ترى أنا أعرف بس من الشاشة ما تشعر فيه. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله، موجودة مروحة تبريد عشان الجو الحار. ما شاء الله تبارك الله، في الوقفة عادة ما المصعد تسمعون فيها طقة كده. صحيح ما شاء الله، أنا ما قاعد ألاحظها في سنسر. ورجعنا معاكم إلى موقعهم، موجودين بالقطيف حي المنيرة شارع أحد بجوار ستاربكس. نكمل معاكم باقي التغطية ونشوف إيش العروض اللي عندهم. طبعا اليوم المصعد جزء لا يتجزأ من جمال الفلة، من جمال المشروع التجاري. فمصاعد سنسر عندهم كبائن جميلة جدا ترضي جميع الأذواق، عندهم المودرن وعندهم الأشكال اللي تكون كلاسيك والنيو كلاسيك، عندهم الخشب وعندهم الستانلس وعندهم بالمرايات وتكسيات جميلة جدا جدا جدا. يا أخي أنا أحب الإبداع في الديكورات ما شاء الله تبارك الله. هذه ماكينة المصعد، طبعا عندهم النوعين، عندهم اليدوي وعندهم الجيرلس، طبعا إيطالي يا حبيبي، يعني تاخذ منتج هاي كوال. وهذه الجيرلس نفس الشيء، طبعا صناعة إيطالية. شنو الأشياء الإضافية اللي راح تكون بالعرض؟ طبعا نهاية السنابة هذه راح أقول لكم بالمفاجأة كم راح يكون الخصم. يا هلا ومرحبا محمد، يعطيك العافية. عندنا بطارية طوارئ هذه حتكون مجانا، أوكي. عندك أنت رقم، عندك جهاز باسورد عشان خاطر تتحكم في حركة الأطفال، ما ينفعش أي حد ما عندوش ليش. شفت أنت جهاز الباسورد عندنا قبل كده في المصعد؟ صحيح، أيوة. أي حد يدخل باسورد يتحرك بالمصعد. ممتاز، هذا حيكون مجانا. مجانا بدون أي إضافات. إيش رأيكم؟ العرض قوي صح؟ ونجي معاكم الآن إلى الخصم، راح يكون 20% من هنا إلى نهاية شهر يوليو. طبعا بإمكانك الآن تجي وتحجز وتدفع عربون عشان تضمن العرض. إذا عجبني طبعا أن أصحاب الحلال متواجدين وهم اللي قاعدين يديروا الحلال بنفسهم، وهذا شيء مطمئن.